وقد أنهت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة استعداداتها في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة لإقامة قداس عيد الميلاد المجيد مساء السبت المقبل لأول مرة برئاسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة للمرقصية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. يشار أنه قد تم تخصيص الكنيسة الصغرى بالدور الأول في مبنى الكاتدرائية ليشهد إقامة القداس.